مساء الخير احبتي المشاهدين، تحياتي لكم، اخوكم كابتن نوار نعيمي بفقره حرك نفسك استوديو لهذا رمضان. مش ما راح اسالك صايم ولا لا، لان مبين صايم تعبان. اليوم راح نشرح على تمرين جدا مهم، هو تمرين الحبل دفع الالام من الخلف. مجتمع هذا شوف لاعبين ياخذوا بالقاعه غلط، على الاغلب لا، قليل من الناس يمارسون هذا التمرين اللي هو يعطيك زاويه فريده لعضله التراي، وايضا يعطيك شغل حلو لعضله التراي. عضله التراي عضله صغيره جدا، كثير من اللاعبين يلعبون بخطا بتمرينها بشكل قاسي، تمرين مكثف، وهي عضله صغيره تستشفي خلال يومين، يعني خلال يومين تقدر ارجع امارس التراي فوق فوق. خلينا نشوف التمرين ويا مجتبى. ممتاز. اول شيء مثل ما تشوفون حبل درب، هذا بي ثلاث وضعيات. الوضعيه الاولى العكس يكون قريب، مسافه قريبه، رجع يدك لورا، ادفع الاله. ممتاز، كمل. مثل ما تشوفون الدفع يكون الى منطقه السقف وليس الى الامام 100%. العكس يكون قريب من بعض حتى نحصل على هاي الزاويه. الحركه الثانيه اللي هي العكس عريض جدا، ارجع لي، هذه بي صعوبه اكثر لكن تعطيك زاويه اقوى. ابدي وافتح يدك. ممتاز، افتح لي ايدك يعني. يلا بلش. حلو، مثل ما تشوفون الفكره كلها بركز الاكس وين، ما اركز على منطقه الكف الذراع وين ادفع، اكس وين صار تمرين. بالضبط، ممتاز. الحركه الثانيه الاكس يكون اقرب لكن مو لا هو قريب ولا هو عريض. بلش ادفع. لا باع مشتبه دواقع بغلط اللي هو عدم فتح الذراع. افتح الذراع يعني متاخر، روح. ممتاز، من الاكس يكون ثابت. عضله التراي بيشتغل 90% على عضله التراي. كمل عني. ممتاز، عاش لك، فلش. تمرين بسيط لكن يشغل التراي بزاويه جدا قويه، لان نسبه العزل وهذا التمرين هي 90%. اهم شيء من اخر التمرين دائما اركز على موضوع العزل العضلي. هذا التمرين دخلوه تمرين التراي لكن لا تحطه اول تمرين، دائما اول تمرين يكون تمرين مكثف اللي هو مثلا دمبلاس يدين معا، ترايسبس مثلا بالزيت جالس، ترايسبس بار. هذا تمرين ثانوي، يعني اخذ ثاني او ثالث تمرين. تمرين ممتاز، تمرين حلو، يعطيك زاويه فريده للتراي. اهم شيء دائما اطبقه بصوره ثانيه. تحياتي لكم، ان شاء الله ما طولنا عليكم. انتقال لزميلات في استوديو.